لا تغلط الوسطى. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: مواصفات الرئيس في صلب مناقشة جلسة الحوار، والحراك الشعبي يتحرك أمام منزل سلام وقصر العدل ويحضر لتظاهرة الغد. كتائب الأسد تبدأ عملية برية واسعة في ريف حماه تحت غطاء جوي من المقاتلات الروسية. المقاومة الشعبية اليمنية تحرر مديرية صرواح، آخر معاقل الإنقلابيين في مأرب. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة: بيرني أكلستون يريد بيع الفورمولا 1 قبل نهاية السنة. أهلا بكم. مواصفات رئيس الجمهورية العتيد في صلب مناقشة طاولة الحوار التي التأمت ظهر اليوم مستكملة البحث فيما كانت بدأته في جلسة أمس المسائية، وقد عرض الأفرقاء آراءهم وهواجزهم المتعلقة بانتخاب الرئيس، وأظهرت المباحثات تمسك كل فريق برأيه من دون أي تقدم يذكر. وانسحب هذا الجو على ملف الترقية العسكرية التي يبدو أنها عادت إلى نقطة الصفر مع ظهور تعقيدات في آلية إنجاز هذا الملف. المراوحة في الأزمات حالت دون إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء في القريب، في وقت يستعد الحراك المدني إلى تظاهرات واسعة مساء غد الخميس، وهو قام اليوم بتحركات متفرقة فجرا أمام منزل الرئيس تمام سلام وظهرا أمام قصر العدل. وقبل الدخول في تفاصيل الحوار وتداعياته، نشير إلى خبر أمني ورد من السلسلة الشرقية، حيث ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 عسكريين أصيبوا بجروح جراء سقوط قذيفة مدفعية على مركز للجيش في جرود رأس بعلبك قرب تلة الحمرة محلة جرش، وقد رد الجيش على مصدر النيران بغزارة. إذن جلسة الحوار التي عقدت ظهرا انتهت منذ قليل على أن تستأنف مساء، وللاطلاع على تفاصيلها تنضم إلينا مباشرة من ساحة النجمة مراسلتنا مها ظاهر. مها، ماذا رشح عن مداولات الجلسة وماذا عن الأجواء التي ترافقها؟ نعم، يعني ميرنا، في هذه اللحظات خرج المشاركون في طاولة الحوار وهم يتحدثون للإعلاميين الواحد تلو الآخر. انتهت عند الساعة 3 هذه الجلسة التي ستستكمل عند الساعة 6 مساء، على أن تكون هناك جلسة أخرى وحيدة يوم غد. في المحصلة يعني كان هناك نقاش وحيد حول مواصفات الرئيس العتيد، يعني هي مواصفات في العموم، كل فريق بقي عند موقفه، ولكن عندما تحدث الجميع في العموم يعني تمكنوا من الوصول إلى نقاط مشتركة كثيرة، وبقيت بعض التفاصيل كما ذكر معظم هؤلاء. هناك نائب إبراهيم كنعان الذي سيتحدث الآن إلى الصحفيين. تفضل أستاذ إبراهيم، فينا نفتك لهيك ليه؟ إذا بتريدي، إذا بتريدي، يا نعم ميرنا، نعم مها. إذا نستمع إلى النائب إبراهيم كنعان مباشرة من ساحة النجمة بعد انتهاء الاجتماع. بس فيها يمين دم احمد، دم احمد، دم احمد، دنيا 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 دنيا. لحظة بس لحظة، طيب كلمتين. الحوار مثل ما قلنا على الطاولة، مثل ما بنقول هون، الحوار بالنسبة لنا لا للصفائر ولا لتسويات ولا لتركيبات. الحوار بالنسبة لنا في دستور وفي مساء، وهذا الدستور والمساء في قاعدتين. القاعدة الأولى هي رئيس عنده صفة تمثيلية من الطائف لليوم لم
يعني نتمكن من تحقيق هذا الهدف، صفة أساسية تمثيلية قوية بتعطيه قدرة أنه يقدر يكون متحرر، يقدر يكون عم ينطلق من حيثية ويحقق الشراكة الوطنية بالنظام اللي مطلوبة. اثنين، على مستوى قانون الانتخاب، أكان المساء أو الحراك اليوم على مستوى المجتمع المدني والناس عم بيطالبوا بالعودة للشعب، وبالتالي المفروض أن يكون هنالك قانون انتخابات جديد وانتخابات نيابية في أغلبية موجودة كان بالشارع أو يمكن كمان تتبلور على الطاولة ما بعرف، التي تريد النسبية. من هذا المنطلق نحن موقفنا هيدا هو بكل وضوح، وهيدا الموقف اللي عم نعبر عنه برا وجوا، ويعطيكم العافية. رح تكفوا بالحوار. إذا نشكر مها على هذه الرسالة. نتابع النشرة. موضوع الترقية العسكرية كان مدار بحث بين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، الذي أشار إلى أن ما يحصل حاليا في هذا الملف يخص حصريا وزير الدفاع الذي يرفع رتب الضباط بناء لاقتراح قائد الجيش، وأبدى حناوي تخوفه من تدخل السياسيين في المؤسسة العسكرية. نحن مع القانون، الترقيات إذا بدها تصير بمجلس الوزراء هي مخالفة للدستور. إذا اقترح قائد الجيش أكيد قائد الجيش حريص على قيادة الجيش، وإذا كان هناك اقتراح للترقيات يجب أن يلتزموا بالمعيار، يجب أن يكون هناك معيار للترقيات كما هناك معيار للترقية من رتبة عقيد لرتبة عميد، وكذلك يجب أن يكون للترقية لرتبة لواء أن يكون هناك معيار. نفذت حملة طلعت ريحتكم بجانب مجموعات الحراك المدني اعتصاما عند الساعة 5 من فجر اليوم أمام منزل رئيس الحكومة تمام سلام في المصيدبة تحت شعار جاي الكوليرا صار بدا جلسة، احتجاجا على عدم البدء بإزالة النفايات في وقت بدأ فيه موسم الأمطار. في إطار الخطوات التصعيدية والمفاجئة التي أعلنت عنها حملة طلعت ريحتكم، نفذت مجموعة من شبان الحملة فجر الأربعاء تجمعا أمام منزل رئيس الحكومة تمام سلام في المصيدبة، مؤكدة أنها تقوم بواجب إيقاظه من نومه العميق، وذلك للقيام بواجبه لناحية دعوة الحكومة لاجتماعات طارئة لحل أزمة النفايات التي بدأت تأخذ منحا خطيرا مع هطول الأمطار. جينا لأنه بدنا مراسيم، بدنا قرارات، بدنا البلديات تصير تشيل زبالة من الشارع، بدنا يوقفوا كذب، بدنا يوقفوا وعود، بدنا يوقفوا مماطلات، بدنا المحاسبة، بدنا اللي سرق يتحاسب، بدنا الفاسد يتحاكم، خلصنا كذب. التحرك الذي حمل عنوان الكوليرا جاي صار بدها جلسة انتهى بعد ساعة من انطلاقه، لكن المشاركين انتقلوا قبل تفرقهم إلى ساحة رياض الصلح، حيث تجمعوا لبعض الوقت مجددين مطالبتهم باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق. وفي إطار التحركات الشعبية اعتصم عدد من ناشطي حملة بنان حاسب أمام قصر العدل قبل أن يلتقوا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي علي إبراهيم ونقيب المحامين جورج شريج لتقديم إخبارات تتعلق بملف الكهرباء. ولكن قبل ذلك ننتقل مباشرة إلى ساحة النجمة الأزمة الكبيرة يلي موجودة اليوم بلبنان، هيدي آخر فرصة ونحن عم نعطي هيدي الفرصة، عم نعطيها حقها وواجباتنا تجاه الناس أنه نعطي هيدي الفرصة حقها للنهاية، لو ببعض الأوقات نعتبر أنه في ناس عم بتحاول أنه تمنع الوصول إلى أي نتيجة، لو ببعض الأوقات نعتبر أنه في مستحيلات موجودة على الطاولة، ولكن من واجباتنا تجاه الناس أنه نعمل كل الجهود ونقوم بكل الجهود كرمال نحاول أنه نتوصل إلى إعادة فتح المؤسسات عبر انتخاب رئيس جمهورية جديد. رح نروح بهيدي المحاولة للآخر، قديش يعني رح نعطيها كل إمكانيات نجاح، لأنه إذا فشلنا هون أنه نرجع نفتح المؤسسات بظل غياب رئيس الجمهورية وتعطيل مجلس النيابة ووقف عمل مجلس الوزراء، بيكون لبنان وقع بالمجهول وبنكون بفتكر البديل رح يكون للشارع.
لهذا السبب بعدنا لحديث هلا ما عم نستسلم من انه نكون ايجابيين بانه نمشي بجدول اعمال يلي حطه دكتور الرئيس للاخر، نقترح اقتراحات، نحاول نوصل لتوافق بموضوع الانتخابات الرئاسيه للنهايه. لأنه بس شيخ سامي ما حدا بيتوقع منكم اليوم تنتخبوا رئيس، بدكم تحلوا بالتسوية السياسية، شو قادرين تقدموا ككتائب؟ طولي لأنه ما عندنا بديل من أنه نحاول نتفق، وإذا ما قدرنا اتفقنا منكون نحن على الأقل حاولنا واعطينا هالفرص هيدي كل إمكانيات نجاح. وإلا من هون وبالرايح أنا الخوف تبعي أنه يكون البعض عم بيجي يعطل أي إمكانية انتخاب رئيس كرمال تا يستمر بابتزاز البلد بهذا الشكل، ويخيرنا بين أنه نخضع لكل التسويات المطلوبة، نقبل بكل المساومات، نقبل بكل مخالفات الدستور، لأنه مقابل ذلك في وضع الناس وفي مجلس وزراء بده يشتغل. هذا يعني أنه ما في تغييرات وما في تسوية سياسية. طولوا بالكم، نحن هذا الابتزاز ما رح نوقع فيه، ما بيقدر حدا يجي يعطل كل شيء ويجي يحطنا قدام امر واقع. يا بتقبلوا بمخالفه الدستور، يا بتقبلوا بالتسويات اللي بنفرض عليكم، او ما في مجلس وزراء، يعني ما في حل لمشاكل الناس. نحن ما حدا فيه يخيرنا بين تطبيق الدستور وبين انه تمشي المؤسسات، ما حدا فيه يخيرنا بين هالشغلتين. نحن بدنا نحن بدنا المؤسسات تمشي، وبدنا نطبق الدستور، بدنا المؤسسات تمشي، بدنا نهتم بالناس، وبنفس الوقت ما رح نقبل نترك البلد بلا رئيس جمهورية ونترك البلد بلا تطبيق للدستور. يعني شو رح تقدموا؟ يلا يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا استمعنا إلى النائب سامي جميل بعد انتهاء جلسة الحوار، والآن ماذا في تحرك ناشطي حملة بدنا نحاسب أمام قصر العدل؟ إلى قصر العدل توجهت حملة بدنا نحاسب للمطالبة بلقاء المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ونقيب المحامين جورج جريج، من أجل تقديم إخبارات تتعلق بحصول معمل سبلين على الكهرباء من معمل الجي مباشرة من دون رسوم، وملاحقات باتهامات السرقة في الكهرباء والتي أثيرت في لجنة الأشغال العامة، وتحقيق في ادعاء مستشار وزير الطاقة حول وجود أطراف وأشخاص يستهدفون مؤسسة كهرباء لبنان بهدف تدميرها وإفلاسها للوصول إلى خصخصتها. مطلب اللقاء وافق عليه المعنيون، واجتمعت الحملة بكل من حمود وإبراهيم فيما اجتمع محامو الحملة مع جريج. نحن شكلنا مجموعة من الملفات وتقدمنا بإخبارات للنيابة العامة المالية بناء للقاء سابق مع النائب العام المالي اللي أكد أنه كل الملفات القضائية سوف تلاحق لآخرة. قدمنا ثلاث ملفات، ملف يتعلق بما حصل بلجنة الأشغال والاتهامات المباشرة بالسرقة، تقدمنا بموضوع معمل سبلين ومعمل الجي والخط الكهربائي الممتد مباشرة من المعمل إلى المعمل، تقدمنا بما قاله مستشار وزير الطاقة حول ما حصل في ديوان المحاسبة من تغير القرارات. نحن عندنا مجموعة من الإخبارات اللي بتتعلق بالتفاصيل القضائية. اليوم القضاء تحرك بشكل سريع، هيدا مشكور عليه، المطلوب متابعة الملفات، ونحن رح نكون بالشارع الرقابة على متابعة ملفات لمحاسبة الفاسدين. صار في مباشرة بالتحقيقات بالإخبارات اللي تقدمنا فيها من قبل النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وأيضا رح يتم استدعاء النواب والكتل النيابية اللي حكيت داخل مجلس النيابة واللي تقاذفت الاتهامات علنا على الهواء. اعتبروا أنه هذا المواضيع نحن قدمناها ويجب ان يتحركوا فيها، واعتبروا انهم راح يتحركوا فيها من دون تاخير، واعتبروا كمان انه في تاخير من الاجهزه الرقابيه اللي هي ما عم تقدم للقضاء التحقيقات بالملفات الفساديه اللي عم بيطرحها الشارع. نقابه المحامين بدورها اجتمعت للبحث في الملف على ان تصدر بيانا يتضمن موقفها في متابعه الملفات المطروحه. قضائيا، أحال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ملف أحداث 22 من شهر أب الذي كان تسلمه من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمتضمن التحقيقات الأولية، ويعكف القاضي الصقر على دراسة الملف تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري، وبحث معه في الشؤون الإسلامية والوطنية. قال النائب السابق صلاح حنين أن هذه المرحلة بحاجة إلى رئيس جامع حول مشروع واضح يحمي لبنان من الأحداث التي تجري من حوله ويردع الفساد بشكل ملموس. وفي حديث لبرنامج كلام بيروت لفت حنين إلى أنه لا يمكن ربط الوضع في لبنان بما يجري من حولنا في الخارج. إذا تقول مواصفات الرئيس، مواصفات الرئيس بالمطلق أنا برأيي مش دقيقة. بدك تحدد المرحلة، بده يكون الرئيس الجامع قبل كل شيء، اللي بده يعرف يجمع. هلأ بده يجمع عشو، بده يجمع مشروع، إذن بده يكون رئيس جامع على مشروع واضح يخرج لبنان إذا بدك، أو يحمي لبنان من كل شيء عم بصير حواليه، ويستنهض الداخل من لم النفايات للمي للكهرباء للغاز، ما هيك، للبيئة للكسرات للاقتصاد، ما هيك، لمالية الدولة، ولا ردع، دايما بنقول ردع حساريت نقدر نلغيش يوما ما، ولا ردع الفساد بشكل ملموس. تطبيق القانون هي حياتك اليومية كمواطن لبناني، كلتك كل لحظة، ما فيك تتشاطر حيث آخر ما في، بتلف بتوقع بالجورة وبتلف توقع بالجورة. الناس بالشارع عم تنتفض، بس بهمنا انه هالناس بالشارع اللي عم تنتفض تعرف وين رايحة. ما فيك انت تغير سلطة الا بقانون انتخاب جيد يسمح لك بالتمثيل الصحيح. هذا القانون، قانون الدائرة الفردية، بيكسر لك كل هالتحالفات الكبيرة، وبيكسر كل هالمحادل الكبيرة، وبيرجع بيعطي القدرة في الانتخاب للناخب مش لهالتحالفات الكبيرة. بعد الفصل تتابعون. بغداد قد تطلب من موسكو شن غارات على داعش قريبا. أهلا بكم من جديد. كثف الطيران الروسي غاراته على ريف حماة في مؤشر إلى مساندة كتائب الأسد التي بدأت عمليات عسكرية برية للاستيلاء على القرى المحررة. واستأنف الطيران الروسي طلعاته على ريفي إدلب وحلب موقعا المزيد من القتلى في صفوف المدنيين. استأنفت المقاتلات الروسية غاراتها في سوريا مستخدمة صواريخ وقذائف محرمة دوليا، وأفاد ناشطون بأن الطيران الروسي شكل إسنادا لكتائب الأسد في حماة، ودارت مواجهات هي الأعنف منذ أشهر بين قوات النظام والميليشيات الموالية وبين المعارضة على جبهات عدة في ريف حماة في محاولة للتقدم باتجاه الأحياء المحررة. وكانت الطائرات الروسية أغارت على مدينة حلب للمرة الأولى منذ بدء ضرباتها في سوريا، واستهدفت العديد من المناطق السكنية ومواقع المعارضة السورية في محافظات حمص وإدلب واللاذقية، ما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء، في حين قال الجيش الروسي إنه نفذ الثلاثاء 20 طلعة جوية. واتهم ناشطون روسيا باستخدام طائراتها نوعا جديدا من الأسلحة المحرمة دوليا، وبعضها عبارة عن حاوية تحتوي على عدد من القنابل العنقودية وتصل زينتها إلى أكثر من 500 كيلوغرام. وأوضح الناشطون أن آلية عمل القنابل بعد أن تخرج من الحافظة تعتمد على التقاط مجسات الحركة في محيط القذيفة لتقوم على الفور بإطلاق شحنة متفجرة باتجاه مصدر الحركة، ما يجعلها قنابل عمياء تتسبب بقتل عدد كبير من المدنيين. وسط هذه الغارات الروسية وصل سلاح الجو الأسدي غاراته على المناطق المحررة في الجنوب مرورا في الوسط والعاصمة حتى أقصى الشمال. الشمال شهد أعنف مواجهات بين كتائب الأسد والثوار الذين واصلوا استهداف تجمعات الشبيحة في حي الخالدي بحلب. أما في أقصى الجنوب فتجددت المواجهات في ريف القنيطرة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الشبيحة. كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند اقترح تشكيل قيادة موحدة تضم المعارضة السورية والجيش النظامي لمحاربة تنظيم داعش في سوريا. كما أوضح بوتين أنه أمر وزير دفاعه بمواصلة التعاون بشأن سوريا مع الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وإيران والعراق. الرئيس الروسي الذي اعتبر أنه من السابق لأوانه التحدث عن نتائج العمليات الروسية في سوريا أعلن أن بوارج حربية روسية مرابطة في بحر قزوين أطلقت صواريخ على مواقع داعش في سوريا.
قال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أن حل الأزمة السورية وأزمة اللاجئين مرتبط برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد عن السلطة، وفي وقت لم تستبعد روسيا فكرة تنسيق ضرباتها الجوية ضد داعش في سوريا مع التحالف الغربي. أبدت الإدارة الروسية مرونة في موقفها تجاه تنسيق ضرباتها الجوية التي تشنها داخل الأراضي السورية مع واشنطن. نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف ذكر أن موسكو مستعدة لتلقي معلومات استخباراتية من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش لتنسيق الضربات الجوية خلال الفترة المقبلة. كذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن فكرة التعاون المشترك مع الولايات المتحدة بشأن الضربات الجوية اقتراح اتخذ بعد طلب تقدم به البنتاغون ووافق عليه الجانب الروسي، لافتا إلى أن العمل جار على تحديد بعض التفاصيل التقنية والتي سيتم مناقشتها من قبل ممثلين عن وزارتي دفاع البلدين. وفي وقت تزعم موسكو أنها تقصف مواقع داعش في سوريا، كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن 2 فقط من الضربات الروسية 57 استهدفتا داعش، مشددا على أن الغارات الأخرى وجهت ضد الفصائل المعارضة الأخرى المدعومة من تركيا والولايات المتحدة. أما بشأن العلاقات الروسية التركية فقد أعلن داود أوغلو أنه لا يوجد تضارب مصالح مع موسكو، لكن بلاده لن تقدم تنازلات فيما يتعلق بانتهاك الطائرات الحربية الروسية لمجالها الجوي وبأمن الحدود. بدورها أعلنت الخارجية التركية أنه تم تحذير السفير الروسي في تركيا مرة أخرى بشأن تكرار الانتهاكات الجوية الروسية. وقالت الوزارة في بيان إن أنقرة منفتحة على فكرة الاجتماع مع مسؤولين من الجيش الروسي لمناقشة إجراءات لتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكات. دمر الجيش العراقي وميليشيا الحشد الشعبي وأبناء العشائر دفاعات داعش في الرمادي، وبدأوا يتقدمون باتجاه مركز المدينة، حيث تم تعزيز المحاور الأخرى في الأنبار بقطاعات جديدة لاستكمال العمليات العسكرية. تزامنا كشف رئيس لجنة الدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي أن بغداد قد تطلب من موسكو شن هجمات على داعش خلال أيام أو أسابيع قليلة، وأضاف أن مركز قيادة جديدة مع روسيا وإيران سيقود الحرب ضد داعش في العراق قريبا. وأكد الزاملي أن بلاده تريد دورا لروسيا بمواجهة داعش أكبر من الدور الأمريكي. سيطر الجيش اليمني بمؤازرة من قوات التحالف العربي على مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين والمخلوع صالح في محافظة مأرب، في وقت تبنى تنظيم داعش التفجيرات التي ضربت أمس مقري الحكومة وعمليات قوات التحالف العربي في عدن. أعلن قائد قوات التحالف العربي في مأرب العميد ركن علي سيف الكعبي عن تحرير مديرية صرواح غرب المحافظة بعد معارك مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وهذه المديرية تعد آخر معاقل الحوثيين في مأرب، وتكون عملية السيطرة على مأرب وطرد المتمردين من باب المندب أمنت المحافظات الجنوبية المحررة، وبالتالي سمحت لقوات التحالف العربي والجيش الوطني بالتقدم بحرية إلى معاقل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وحققت القوات الموالية للشرعية نصرا استراتيجيا بتطهير مأرب من المتمردين، ليمتد خط الدفاع من محافظات أبين وشبوه وعدن والضالع ولحج من مأرب إلى منطقة باب المندب التي كانت قد حررت بدورها قبل أيام. وبالإضافة إلى الدور الدفاعي، يعد محور مأرب باب المندب عاملا أساسيا في عملية تقدم التحالف والجيش الوطني اليمني والمقاومة إلى معاقل الميليشيات المتمردة في محافظات حجة وصعدة وعمران وصنعاء في الشمال، وقطع طرق الإمداد عن المتمردين في البيضاء وتعز وإب، والانتصار على جبهة البيضاء إب تعز الذي بات وشيكا وفق المعطيات الميدانية بعد تحرير مأرب وباب المندب سيضيق الخناق أكثر على المتمردين في الحديدة، وسيسمح لقوات التحالف والجيش الوطني في حسم المعركة في محافظة الجوف التي تقع بين الحدود السعودية ومأرب. هذا وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت معسكر ضبوة وموقعا في منطقة 70 جنوب العاصمة صنعاء. وفي تعز قتل العشرات من ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح في قصف لطيران التحالف استهدف تجمعات للمتمردين. وفي صنعاء هز انفجار عنيف المناطق الشمالية، وقالت مصادر محلية إنه نتج عن عبوة ناسفة أمام جامع النور في النهضة بصنعاء.
تزامنا تبنى تنظيم داعش في اليمن التفجيرات التي ضربت الثلاثاء مقري الحكومة وعمليات قوات التحالف العربي في عدن، كما تبنى هجوما آخر في صنعاء استهدف تجمع الحوثيين، فيما حملت الحكومة اليمنية الحوثيين وأنصارهم مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في البلاد. بعد الفاصل تتابعون. حرب في بعلبك وإقفال للمتاجر احتجاجا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. مواصفات الرئيس في صلب مناقشة جلسة الحوار، والحراك الشعبي يتحرك أمام منزل سلام وقصر العدل ويحضر لتظاهرات الغد. كتائب الأسد تبدأ عملية برية واسعة في ريف حماه تحت غطاء جوي من المقاتلات الروسية. المقاومة الشعبية اليمنية تحرر مديرية صارواح آخر معاقل الإنقلابيين في مأرب. التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مفتي زحل والبقاع الشيخ المفتي خليل الميس، وبحث معه التطورات العامة في لبنان وأمورا تتعلق بمنطقة البقاع على كافة المستويات. يسيطر هدوء حذر على مدينة بعلبك بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة إثر خلافات فردية استعمل خلالها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية. استيقظت بعلبك على حال من الهدوء الحذر بعد تدهور الوضع الأمني الذي شهدته المدينة إثر خلافات فردية بين عدد من العائلات، ما أدى إلى مقتل شابين الأحد الماضي. وتطورت الأمور إلى اشتباكات عنيفة ومتنقلة استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية. وأطلق مجهولون النار من أسلحة ثقيلة ومتوسطة من منطقة رأس العين باتجاه بعلبك على خلفية مقتل حسين طليس ونادر ياغي. وعلى الفور تدخلت عناصر من الجيش اللبناني وعملت على ملاحقة الفاعلين. كذلك أطلق مجهولون النار على منزل والد نادر ياغي حيث كان يقام عزاؤه. وعندها يعني وقوع أي حادثة، المطلوب تطويق هذه الحادثة وقيام القوى الأمنية بواجباته وتوقيف كل إنسان معتدي وعدم جعل الموضوع سائد. صار اليوم كله مستنكر هذا الشيء اللي عم يحصل بالمدينة، كأنه البلد فلتين ما من الناحية الأمنية نهائيا. آلاف الطلقات وعشرات القذائف أشعلت سماء المدينة واستهدف بعضها محلا تجارية، ما خلف أضرارا كبيرة في عدد من المؤسسات التجارية التي أقفلت أبوابها احتجاجا على الوضع الأمني. كل ما طلبنا موحدة كتجار، نحن نطلب من جميع المؤسسات الدولية تزيد أعداد العناصر الأمنية، قوة أمنية وجيش ودرك وأي شيء، ونعيش حياتنا، نشتغل محلاتنا مؤسساتنا مدفوعاتنا نغطيها. على كل حال نحن مطلبنا واحد، الأمن، ما بدنا أكثر من الأمن، لا بدنا الزعامة ولا بدنا السياسة، لا بدنا الأمن. إلى ذلك أصيبت المواطنة مارلين طه برصاصة طائشة أثناء وجودها أمام منزلها في حي النبي أنعام من جراء إطلاق النار في المدينة، وقد نقلت إلى مستشفى دار الأمل الجامعي. أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تداول بعض وسائل الإعلام خبرا عن تلقي السفارة الألمانية طردا مشبوها، وأشارت إلى أنه بعد كشف خبير قوى الأمن تبين أن الطرد مرسل بطريقة صحيحة وهو سليم. أفرج ليلة أمس عن الشاب ميشيل دويهي الذي كان أوقف على خلفية رأي سياسي كتبه على صفحته على الفيسبوك يتعلق بملف الشيخ أحمد الأسير، وأصدر القاضي المنفرد في صغرتا مارسيل باسيل الحكم بتغريمه 300 ألف ليرة لبنانية بجرم القدح والذم. وإلى منزله عاد دويهي حيث كان المتضامنون معه ومن بينهم رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض. طلب وزير الصحة العامة وائل أبو فعور من وزير العدل اللواء أشرف ريفي العمل على إيجاد تعريفة موحدة للأطباء الشرعيين بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك على ضوء الشكاوى التي ترد إلى وزارة الصحة حول تقاضي عدد من الأطباء الشرعيين مبالغ مرتفعة من المواطنين نتيجة بعض الكشوفات التي يقومون بها في المستشفيات أو في مخافر الدرك أو نتيجة حادث طارئ وتعرض المواطنين للابتزاز المادي من الأطباء الشرعيين. دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ إلى تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات في المدارس الخاصة، وجدد في اتصال مع برنامج كلام بيروت التأكيد أن تحرك الهيئة التعليمية مستمر
حتى تحقيق المطالب. وقلوا سنتان موقفوا معالي الوزير لأنه بده حدا لقلو يكون بمجلس الإدارة. نقابي حسب القانون بحقلة تسمي أربعة وأصحاب المؤسسات بسموا أربعة. سمينا أربعة وبعتين وياهم. قال الأربعة أنا واني حصتي واني حصتي بيناتهم. اللي يا معالي الوزير أنت وزير لكل اللبنانيين. يعني معالي بيطلب بتطبيق القانون محل ومحل تاني بدوس القانون. وهيدا الكلام فيك تحكي على الكل، فيك تحكي على الكل أو بكل القطاعات. بدنا ننزل على الشارع، بدنا نضل تحت سقف القانون. القانون بيعطينا الحق النزول على الشارع والاضرابات والارهابات والمظاهرات. بدنا نقول ان هالمؤسسه السوريه هي ملك الشعب اللبناني، افتحها ولا تشتغل، وما بده يفتح يفل على بيتهم، لانه نحن ساعتها بدنا نعمل طبقه سياسيه، ننتج طبقه سياسيه اخرى على الاقل تحس بوجع والام اللبنانيين. في شيء معيب عم يصير بموضوع السلسله، يمكن هن يشيعوا للشعب اللبناني انه هيدي السلسله بدها تاخذ البلد على انهيار، وهيدي السلسله المعلمين بدهم يصيروا يقبضوا الاف الدولارات. الحد الأدنى للمعلم اليوم 645 ألف ليرة، أقل من الحد الأدنى للأجور. نحن نعتبر صوت الحراك هو صوت هيئة التنسيق النقابية. جماهير هيئة التنسيق النقابية قسم ما مش هي جزء أساسي من هذا الحراك. عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا موسعا حيث جرى عرض للواقع الاقتصادي والاجتماعي والنقابي. المجتمعون دعوا جميع الاتحادات القطاعية والمهنية والمناطقية للمباشرة فورا بعقد جمعيات عمومية على مستوى القواعد العمالية ومناقشة المطالب المعيشية الأساسية. وأكد الاتحاد أهمية العمل على تقديم اقتراحات ملموسة وعملية بالتحركات المزمع إقامتها. أين يتجه الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، وما هو المكان الأفضل للاستثمار؟ تقرير باسل الخطيب. الاقتصاد العالمي في العام الحالي ولعشر سنوات مقبلة كان موضوع ورشة العمل التي دعت إليها جامعة LAU مع مؤسس برنامج Future Agenda تيم جونز عن مستقبل العالم. حضر اللقاء خبراء اقتصاد وسيدات ورجال أعمال وطلاب من الاختصاصات الاقتصادية، وشرحت جونز للحضور عن 20 موضوعا تعتبر أبرز المواضيع التي ستكون الشغل الشاغل في العقد المقبل، ومنها المعرفة والثروات والموارد والنقل والغذاء والأعمال. وكان لتلفزيون المستقبل لقاء حصري مع جونز، فما الذي سيتغير بالتأكيد وما الذي قد يتغير؟ الأمور التي ستتغير فهي زيادة نسبة السكان وزيادة عدد السكان في المكان الخطأ. الموارد الطبيعية ستكون محدودة لأننا نحتاج إلى مياه أكثر وطاقة أكثر، وفي الوقت نفسه تؤثر الرقمنة في عالم الأعمال وتمنحه مزيدا من الفعالية والنجاح. الأمور التي ليس من المؤكد أن تتغير الخصوصية وكيف يقيم الناس المعلومات، وهذه من العوامل المهمة جدا. وهناك تغيير مهم حول ما إذا كان الإنسان يملك الشيء أم استحصل عليه. أما أفضل مكان للاستثمار في العالم برأي جونز؟ أفضل مكان للاستثمار برأيي هو الهند، وبرأيي الكثير من دول العالم حاولوا تقليد أمريكا، لكن هناك العديد من الطرق الأمريكية لا يمكن تطبيقها في العديد من دول العالم. وبحسب الخبير الاقتصادي تيم جونز فإن أفضل موضوعين للاستثمار هما الماء والهواء النظيف. هذا وجرى حوار مفتوح ما بين تيم جونز والمشاركين في ورشة العمل. بعد الفاصل تتابعون. خامنئي: التفاوض مع أمريكا محظور وغير مفيد. أهلا بكم من جديد. قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي إن التفاوض مع أمريكا محظور بسبب ما يكتنفه من أضرار لا تحصى وهو غير مفيد بتاتا. وأضاف خامنئي أمام القادة والكوادر في القوى البحرية للحرس الثوري أن تفاوض أمريكا مع إيران يعني التغلغل، وهم يريدون فتح الطريق من أجل فرض إرادتهم، معتبرا أن طهران منعت تغلغل من وصفهم بالأعداء إلى داخلها وحالت إلى حد كبير دون تنفيذ مخططاتهم في المنطقة كما قال. أصيبت فتاة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال، كما جرح شبان برصاص مستوطنين إسرائيليين بعد ساعات على اجتماع أمني فلسطيني إسرائيلي يهدف إلى احتواء الوضع المتفجر في الأراضي المحتلة، فيما رفعت الشرطة الإسرائيلية القيود عن دخول المصلين المسلمين للمسجد الأقصى المبارك.
الوضع الأمني المتردي يسيطر على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتسجل حوادث طعن متبادلة بين مستوطنين وفلسطينيين، إضافة إلى سقوط مزيد من الضحايا الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. آخر الحوادث تمثل بإصابة فتاة فلسطينية بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليها بحجة طعنها مستوطنا يهوديا في مدينة القدس على مقربة من باحة المسجد الأقصى المبارك. وسبق هذه الحادثة إصابة فلسطينيين اثنين برصاص مستوطن قرب بلدة دار الصلاح شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، نقل على أثرها إلى المستشفى. أما قوات الاحتلال فشنت فجرا حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تركزت في مدينة نابلس وبلدة حلحول. وتأتي هذه الاعتقالات بعد اجتماع أمني فلسطيني إسرائيلي عقد الليلة الماضية في محاولة لاحتواء الوضع المتفجر والذي ترجم بمواجهات أصيب خلالها نحو 200 فلسطيني وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. إلى ذلك أعلنت الشرطة الإسرائيلية رفع القيود عن دخول المصلين المسلمين للمسجد الأقصى في قرار دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، محذرة في الوقت نفسه من أن هذا القرار قد يعاد النظر فيه في حال حصول إخلال بالأمن. واشنطن رحبت بهذا القرار واعتبرته خطوة إيجابية تجري في الاتجاه الصحيح. تزامنا سمحت سلطات الاحتلال بإدخال 900 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري. أفاد المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينيو اليوم بأنه أصبحت لديه صورة واضحة عن الأشخاص الذين سيتولون مناصب رئيس الوزراء ونوابه الأربعة في حكومة الوفاق الوطني الليبية. وأمل اليوم في أن يتم الإعلان عن مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم، موضحا أن المؤتمر الوطني العام لديه جلسة لتأكيد الأسماء المرشحة للحكومة. وعن إبرام اتفاقية بين الأطراف الليبية تشمل مختلف نقاط النزاع، بيّن اليوم أنه تم التوصل لاتفاقية نهائية متوازنة، معتبرا أن ما تم التوصل إليه فرصة عظيمة لليبيا نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الليبيين كافة. يبدأ الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أول عملية لتوزيع اللاجئين بين دوله، متعهدا بتكثيف تعاونه مع تركيا لمواجهة هذه الأزمة. في محاولة لاحتواء أزمة تدفق اللاجئين، يباشر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل تنفيذ خطته لتقاسم 120 ألف لاجئ على أراضي الدول الأعضاء. وسيبدأ الاتحاد أول عملية توزيع للاجئين عبر نقل عدد من المهاجرين الأريتريين من إيطاليا إلى السويد. تزامنا تعهد الاتحاد الأوروبي وتركيا بتكثيف تعاونهما بشأن أزمة اللاجئين، ووعد الاتحاد بالعمل على مقاربة منظمة لإعادة اللاجئين من تركيا وتعزيز وسائل خفر السواحل التركي، فيما وعدت تركيا في المقابل بفتح 6 مراكز استقبال لطالبي اللجوء بمساعدة مالية أوروبية. وتكشف خطة العمل سلسلة أعمال وعمليات تعاون يجب تطبيقها على وجه السرعة من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا بهدف مساعدة أنقرة على التعامل مع التدفق الكبير للاجئين ومنع تدفق مهاجرين بشكل عشوائي من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أنه يجب الموافقة على كل مقترح من مقترحات الجانبين. في هذا الوقت كشفت وزارة الداخلية النمساوية عن عبور نحو 210 ألف لاجئ إلى الأراضي النمساوية في اتجاه ألمانيا والدول الإسكندنافية خلال شهر أيلول المنصرم، موضحة في بيانات أن نحو 10,000 لاجئ تقدموا بطلبات رسمية للحصول على حق اللجوء في النمسا في الشهر نفسه. وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الداخلية النمساوية أن الإحصائية تأتي في إطار اهتمام الوزارة برصد وتسجيل طبيعة حركة وحجم الهجرة الجماعية الراهنة، لافتة إلى أن العدد الأكبر من اللاجئين يعود إلى مواطنين سوريين هربوا من النزاع في بلادهم. وفي أحدث فصول الرحلات البحرية المأساوية للاجئين، أنقذ خفر السواحل الإيطالي أكثر من 1800 مهاجر كانوا على متن 4 مراكب متهالكة وزورقين مطاطيين كانت في طريقها إلى أوروبا في عرض البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، وشاركت في أعمال الإغاثة 3 زوارق إيطالية وسفينتان بريطانية وإيرلندية من ضمن أسطول مهمة الاتحاد الأوروبي للإنقاذ في المتوسط. واعتبارا من الأربعاء ستملك السفن المشاركة في قوة الاتحاد الأوروبي صلاحيات جديدة للتصدي لمهربي البشر الذين يكدسون المهاجرين واللاجئين في زوارق مكتظة، وسيحق لعناصر القوة مداهمة وتفتيش وحجز وتحويل مسار المراكب التي ترصد في المياه الدولية ويشتبه في استخدامها للتهريب.
نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان أن روسيا أرسلت طائرات مروحية هجومية لتعزيز قاعدتها العسكرية في طاجكستان. وتمتلك طاجكستان حدودا مع أفغانستان، حيث كثفت حركة طالبان أنشطتها في الأسابيع القليلة الماضية. اعتقلت الشرطة الأسترالية 5 أشخاص خلال عملية دهم نفذها أكثر من 200 ضابط في الشرطة في سيدني على خلفية جريمة قتل ذات طابع إرهابي طالت موظفا في الشرطة. وتتراوح أعمار الموقوفين 5 بين 16 عاما و 24 عاما، وسيتم استجوابهم في هذه القضية في وقت تخشى أستراليا حصول هجمات من تنفيذ ذئاب منفردة. نجح أطباء في أستراليا في إعادة تثبيت رأس طفل بعد نجاته من حادث سير وانفصال رأسه عن جسده. واعتبرت الحالة الصحية للطفل جاكسون تايلر البالغ من العمر 16 شهرا مستعصية قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته في عملية جراحية غير مسبوقة وصفت بالمعجزة. بعد الفاصل تتابعونا في الرياضة. بلاتر ينتقد التحقيقات السويسرية معه. أهلا بكم من جديد، والآن نبقى مع الفقرة الرياضية مع صبحي كبلاوي. تفضل صبحي. مينا، قبل ما بلش باخبار رياضه بدي اقول لك انعاد عليك وهابي بيرثدي لك. ثانك يو. فاذا مشاهدينا مساء الخير لكم. الاخبار الرياضيه بنبلشها من الاخبار المحليه ومنتخب لبنان، حيث الغي المؤتمر الصحفي الرسمي الخاص بمباراه منتخب لبنان للفوتبول مع ميانمار باللحظه الاخيره بسبب عدم تمكن صحفيين من ميانمار من الحضور لمواكبه منتخبهم، علما انه مدرب منتخب لبنان رودولوفيتش وقائد المنتخب رضا عنتر توجهوا طبعا حسب القوانين المرعية الإجراء بالموعد المحدد إلى مكان اللقاء، وحيث عقد الاجتماع الإداري والفني برئاسة مراقب المباراة الصيني ليو جين سانغ وحضور من الجانب اللبناني للمدير المنتخب فؤاد بلهوان والمنسق الإعلامي وديع عبد النور. أعلن رئيس الاتحاد الدولي للفوتبول السويسري ساب بلاتر أن التحقيقات السويسرية الجنائية ضده ليست محقة، ودافع عن قراره بعدم التخلي عن منصبه بالقريب العاجل. ونقلت مجلة ألمانية عن بلاتر قوله أنه لا يخطط للاستقالة بشكل فوري رغم مطالبة بعض الشركات الراعية ومنها شركات كبيرة حول العالم مثل كوكاكولا وماكدونالدز مطالبتهم لرئيس الاتحاد الدولي بالاستقالة. وبلاتر قال هذا مجرد تحقيق ولم أتعرض لأي اتهام. أشارت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن المدرب السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني يورغن كلوب رح يكون المدير الفني لنادي ليفربول إن نجحت المفاوضات بين الطرفين لاستلام المدرب الألماني لمهام التدريب بالأنفيلد رود. وأضافت الصحيفة أن ليفربول رح يعلن عن اسم المدرب الجديد نهار الجمعة بعد 48 ساعة من المفاوضات الشاقة بين ليفربول والمدرب كلوب ومستشارينه. ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي مارساي الفرنسي العريق للفوتبول يعاني من أزمة مالية قد تعرضه للبيع. ونقلت الصحيفة تصريحات لمالكة النادي مارغريتا دريفوس بتقول فيها أنه بتبحث عن مالك جديد للنادي الفرنسي وأنه شريك يكون قادر على تغطية الديون. وكانت دريفوس قد ورثت النادي عن زوجها، علما بأنه النادي أنفق أموال طائلة على تجديد ملعب الفيلدروم يلي أصبح بتسع ل 45 ألف متفرج. كمان بالأزمات المالية منتابع، صرح رئيس الفورمولا 1 بيرني إيكلستون أنه بده يبيع أسهم بالرياضة الميكانيكية قبل نهاية السنة، وأشار إلى أن هناك 3 أفرقاء مهتمين بالشراء، وإن طبعا من شركة سي في سي كابيتال يلي بتملك حاليا أعلى نسبة أسهم بالفورمولا 1. وأشارت التقرير خلال هالسنة أنها بتعيد التفكير بمستقبلها بالفورمولا 1. وقال إيكلستون خلال قمة هناك حاملي أسهم بالفورمولا 1 رح يخسروا بعض حصصهم أو الكثير منها قريبا. وقال بيرني إيكلستون هناك حاليا 3 مهتمين بشراء الفورمولا 1، وأكيد في واحد منهم رح يشتري هاللعبة الميكانيكية الأولى بالعالم قبل نهاية العام 2015.
هيك بنوصل لختام النشرة الرياضية، شكرا لكم وإلى اللقاء. والآن تذكير بالعناوين. مواصفات الرئيس في صلب مناقشة جلسة الحوار، والحراك الشعبي يتحرك أمام منزل سلام وقصر العدل ويحضر لتظاهرات الغد. كتائب الأسد تبدأ عملية برية واسعة في ريف حماه تحت غطاء جوي من المقاتلات الروسية. المقاومات الشعبية اليمنية تحرر مديرية صرواح آخر معاقل الإنقلابيين في مأرب. وقد تابعتم في الرياضة، بيرني أكليستون يريد بيع الفورمولا 1 قبل نهاية السنة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. ثلاث اشهر حلت على طرفها.